للمزيد من المتابعه والتحليل ينضم الينا هاتفيا استاذ الاقتصاد الدكتور محمود عنبر. دكتور محمود، اهلا بك ضيفا كريما على شاشه التلفزيون المصري في بدايه الامر. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور محمود، مصر احتلت المرتبه الاولى افريقيا من حيث حوافز الاستثمار التي طرحتها وتعديل بعض قوانين الاستثمار، وايضا في الاستثمار المباشر وغير المباشر وجذب العديد من الاستثمارات الاجنبيه، ومؤخرا انضمت مصر إلى مجموعة البريكس والتي تحتل ما يقرب من 30% من الاستثمارات العالمية. كيف تسهم تلك الاستثمارات والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية في زيادة معدلات الاستثمار في مصر وانعكاس ذلك على الدولة المصرية وعلى الاقتصاد المصري؟ يمكن هذا الأمر بيأتي اتساقا مع التقرير الأخير لهيئة أو منظمة الانكتاد العالمية التي ذكرت أنه في الوقت اللي معدلات التدفق الاستثمار المباشر على المستوى العالمي تنخفض، يمكن جاء الوضع مختلفا إلى حد كبير داخل الدولة المصرية، أنه تضاعف حجم الاستثمار في العام 2022 بما يعادل 12 مليار دولار بنسبة أو بمعدل نمو بيصل إلى 122%، لأنه كان في العام 2021 يمكن بيصل إلى 5.1 مليار دولار. يمكن افريقيا الدولة المصرية يعني منذ سنوات وهي تحتل او تصنف باعتبارها الواجهة الاستثمارية الاولى للقارة الافريقية، وده كان المركز الذي تحتله جنوب افريقيا لسنوات عديدة. يمكن جنوب افريقيا احتلت المركز الثاني ثم تلاها بعد ذلك اثيوبيا، والدولة المصرية يعني بتشكل ما يعادل من 25% من اجمالي الاستثمارات الموجهة إلى القارة الإفريقية، وبما يعادل 75% من إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى شمال إفريقيا. هذا كل هذا الأمور لم يأتي من قبيل الصدفة، ولكن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الذي لا يمكن اختزاله فقط في الأمور المالية أو النقدية، ولكن بيأتي تحت مظلته كثير من العوامل لها علاقة باعتبارات تشريعية. الدولة المصرية لديها بيئة وبنية تشريعية جاذبة إلى حد كبير، ويمكن هذه البنية تستمر يعني في تعديلات على مدار الوقت. يمكن كان مؤخرا اجتماع السيد الرئيس مع الوزراء المعنيين بالاستثمار والصناعة وخلق حوافز مالية وضريبية للشركات تشجيعا لعمليات الاستثمار، لأنه لا بديل في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم دون الاستثمار وزيادة الإنتاج على المستوى المحلي، لأنه هو الحل الفعلي لكافة المشاكل. سواء كنت بتكلم على معدلات مرتفعة على البطالة، ده هيستوعب كميات للتشغيل، سواء للتضخم الذي أصاب العالم وفي غالبيته هو تضخم مستورد من الخارج، وبالتالي زيادة معدلات التصدير هتساعد بقدر كبير في زيادة عملية. دكتور عنبر، يعني الدولة المصرية مؤخرا سنت العديد من التشريعات التي من شأنها أن تعزز سلك القدرة الإيجابية على جذب المزيد من الاستثمارات، والعالم في الوقت الحالي يتجه إلى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والحفاظ على المناخ وعدم الزج بالدول النامية في محاولة كبيرة للتسهيلات ووقف ويعني الاحتباس الحراري. ومؤخرا كانت مصر راعية ويعني حاولت في قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ أن تحس الدول المتقدمة أو الدول الأولى في الاقتصاديات على مزيد من التسهيلات التي من الممكن أن تحافظ على يعني الشأن العام. تسهيلات كثيرة يمكن أن تنتهجها الدولة المصرية في هذا الإطار ستوفرها عملية الانضمام إلى البريكس وإلى غيرها. كيف يمكن الاستفادة من كل هذه الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية؟ يعني يمكن فيما يتعلق بالنقطة اللي حضرتك أثرتها وفكرة الاستغناء عن الطاقة البديلة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الدولة المصرية الآن تحمل على عاتقها هم هذه المشكلة على المستوى العالمي، ولا أكون مبالغا حينما أقول أن الدولة المصرية الآن يعني بتعتبر هي المتحدث الرسمي باسم العالم النامي فيما يتعلق بدفع التزامات الدول النامية تعويضا عن انها المسبب الاول لظاهره الاحتباس الحراري. ويمكن ده ظهر زي ما حضرتك تحدثت في كوب 27 الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ، والذي يعني كان تحت عنوان التوجه نحو تنفيذ الاستثمارات الخاصه بالدول المتقدمه تعويضا للدول الناميه عن هذا الامر. الدوله المصريه ايضا لديها تجارب رائده في هذا الاطار، يمكن ضيفك الكريم كان بيتحدث عن
مشروع بنبان للطاقة الشمسية اللي بيعتبر واحد من أهم المشروعات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، ولدينا مشروعات أخرى لها علاقة بالهيدروجين الأخضر وغيره. ويمكن في هذا الإطار تحديدا لدينا تجارب عالمية نستطيع أن نصدرها لدول العالم. ويمكن مؤخرا انضمام مصر للبريكس واحد من أهم العوامل التي يعول عليها، والعالم كله الآن يتهيأ للتحول نحو اقتصاد متعدد الأقطار. يمكن انضمام مصر واحد من الأمور التي سوف تسقل تكتل البريكس، لأنه مصر الآن هي الممر الشرعي والآمن للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية. بالطبع، يعني كل الشكر والتقدير، وستكون مصر على موعد كبير مع الاقتصاد العالمي بانضمامه إلى هذا التكتل الكبير، وبالطبع ستساهم كما تساهم وكما تعبر عن قضايا القارة الإفريقية وعن دولنا في إفريقيا. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم أستاذ الاقتصاد الدكتور محمود عنبر، شكرا جزيلا لك.